ولو أكثر المسلم وطالب العلم من ذكر التوحيد فإن في التوحيد زيادة إيمان وزيادة قرب من الله عز وجل. فليس الوعظ يكون فقط بذكر القبر والعذاب والنار، لا، التوحيد إذا عظم توحيدك بإذن الله عز وجل يعظم إيمانك، وإذا عظم إيمانك خفت من الله وعظمت الله ورجوت الله. تصور لو أن الإنسان عنده قوة توحيد من أسماء الله الشافي وهو مريض، كيف يكون لهذا الاسم تأثير على قلب هذا المريض بدل ما يذهب إلى السحرة والمشعوذين وهؤلاء المجرمين؟ إذا به يتعلق بالله عز وجل. لما؟ لأنه هو الشافي كما جاء في الحديث، وفي الحديث بيدك الشفاء اكشف البأس، رب الناس مذهب البأس أذهب البأس بيدك الشفاء. ما يتعلق قلبه بأي مخلوق، لا يتعلق قلبه لا بأب ولا بأم، فكيف يتعلق قلبه بسحرة وشعوذة أكلوا أموال الناس